الرحمن الرحيم. بمناسبة اختتام الدوري الصيفي لكرة القدم المنظم من طرف جمعية قاعسلاس للرياضة بمركز قاعسلاس جماعة إسكان ترابية بوابة تحل إقليم شفشاون الغمرية، بهذه المناسبة نوجه الشكر الجزيل للجمعية المنظمة وجميع مؤطري اللجنة التنظيمية على هذا الحفل الناجح من أجل تنشيط الحياة الرياضية بمنطقة قاعسلاس، مع العلم بأن هذه المنطقة تفتقر إلى غياب مرافق سوسيو رياضية وثقافية بشبه تام، ملعب غير معشب بالنسبة كذلك، يعني الملعب يتواجد فيه الأتربة والحصى والرمال كذا مما يؤرق على اللاعبين أثناء المقابلة. بهذه المناسبة كنوجه النداء ديالنا للمجالس المنتخبة اللي عرفتها جماعة إسكان والمجالس الإقليمية بالإضافة للمجالس الجهوية من أجل لفت الانتباه إلى هذه المنطقة التي تفتقر إلى ملاعب رياضية، علما بأن قاعسلاس منذ القدم عرفت بممارسة كرة القدم والتتويج بمختلف الدوريات المنظمة سواء على الصعيد الإقليمي أو الجهوي. الفرق ديال قاعسلاس كذلك شاركت في دوريات إقليمية ودوريات محلية بجماعات مجاورة، ويكون التتويج دائما من نصيب الفرق ديال قاعسلاس اللي هو فريق وداد قاعسلاس تحت إشراف قيدوم الرياضيين بالمنطقة عمي مفضل السرغيني. هذه المناسبة نوجه الشكر كذلك لرجال على الإعلام ولقناة شوف تي في على هذه الالتفاتة الإعلامية لمنطقة قاعسلاس الساحلية بإقليم شفشاون من أجل تسليط الضوء على غياب المرافق الرياضية بمنطقة قاعسلاس، حيث نجد بأن شباب قاعسلاس وأطفال قاعسلاس يتجه إلى مركز ترغى لممارسة كرة القدم بالإضافة إلى جماعة تاسيفت المجاورة لممارسة أيضا كرة القدم، بحيث بأن قاعسلاس تظل مهمشة تهميشا كبيرا من جميع الجوانب لغياب تام للمرافق الرياضية والسوسيو ثقافية. وختاما نتمنى كل التمنيات في المستقبل القريب بإنشاء ملاعب للقرب بمركز قاعسلاس، ومطالبة المجلس الجماعي بالعمل على البحث عن شراكات مع المديرية الإقليمية للشباب والرياضة والمجالس الإقليمية والمجالس الجهوية من أجل توفير وعاء عقاري الذي دائما ما ينادي به المجلس الجماعي بأن قاعسلاس تفتقر إلى وعاء عقاري، بالعكس بأن قاعسلاس هناك أماكن مخصصة للرياضة. وجب إصلاح الملعب القديم اللي هو ملعب تيزكان القديم الذي كان ساحة الرياضة والفرجة بمختلف الدوريات الصيفية لكرة القدم، حيث نسترجع الذكريات الأباء مع فريق نجم قاعسلاس، وما أدرك ما نجم قاعسلاس الذي كان دائما يتوج بالدوريات المحلية والإقليمية.